في رسالة معانا من أمل حمزة بتقول: دكتور، عندي ألم في الصدر ناحية القلب وبيسمع في الكتف وكأنه طوبة وبيجي كل 10 دقايق وبيختفي كل فترة، ده عرض لمرض إيه؟ وإيه كمان علاجه؟ هل أخد حقنة ديبوفيت مرة كل أسبوع مفيدة ولا ضارة بدون استشارة الطبيب؟ عندها ألم في الصدر. لازم ألم صدري على طول نروح لدكتور قلب، تعمل رسم قلب وتطمن على نفسها. بالظبط. يعني خصوصا مع حصل الكتف. وكمان اللي حصل لموضوع الفنان هيثم احمد زكي، خلينا كلنا الحاجات اللي هي دي، يعني التقلصات بتاع البطن اللي تحت اللي كانت عند الراجل، اشتباه ان يكون كان في جلطه، يكون في حاجه، لان احنا التقلصات نفسها بنتخض من اول ما حد يجي له تقلصات، خلاص ناخد حقنه للمغص وبتاع. لا، ده كل الاطباء القلب قالوا لا، ده عرض المغص اللي تحت، ده عرض لجلطات في القلب، الجزء اللي تحت، اللي تحت في شريان سفلي في القلب ممكن يحصل فيه تجلط يدي احساس بالمغص زي اللي موجود في مغص القولون، فالناس بتتلخبط فيه. فهي بتقول دلوقتي ان عندها في الكتف ومسمع في الكتف، في الصدر ومسمع في الكتف. لا، على طول دكتور قلب، على طول تعمل رسم قلب، مش هيكلفك حاجه، ان شاء الله ما يبقاش في حاجه، هو يطلع برد ان شاء الله. ممكن يبقى شويه برد، مفيش حاجه، بس احنا دايما اي وجع في الصدر يسمع في الكتف نروح على طول نشوف دكتور قلب.